راديو نيل. طيب ليه أول ما قعدت معاك النهاردة بقول لك أنا بقى تعالى نختار بقى الأغاني الحلوة بقى اللي نسمعها مع بعض، أول حاجة ضحكت كده ابتسمت من قلبك وقلت أنغام؟ لماذا أنغام؟ أنا طبعا من محبي أنغام، وأنغام صوت مصر حقيقي، وأنغام يعني أقدر أقول بكل أريحية يعني هي مطربة مصر الأولى دلوقتي. هي اللي بتغني صح، بتغني بنت الأكاديمية، تمام، وأنا غيور على الأكاديمية لأن أنا ابن الأكاديمية، أكاديمية الفنون، وكنا في وقت واحد مع بعض، هي كانت في معهد موسيقى عربية وأنا كنت في فنون مسرحية. دفعة واحدة يعني؟ لا مش دفعة يعني، كنا وقت متقارب يعني، أنا أكبر منها شوية بس كنا متقاربين، لكن إحنا على اتصال ببعض على طول، وإن شاء الله بإذن الله نعمل حاجة درامية سواء. يعني أنغام هترجع تمثل؟ إن شاء الله طبعا بإذن الله، أنا مش هسيبها يعني. وإحنا متفقين بقالنا فترة طويلة إن إحنا هنعمل حاجة مع بعض بإذن الله، وإن شاء الله يعني قريب يعني أنا محضر معاها كذا موضوع، وإن شاء الله نفاجئ الناس بحاجة يعني. بس أنغام، فأنغام أروع صوت دلوقتي موجود في. عارفة إمتي أحلى أغنية أو أجدد أغنية حلوة عملها؟ بوجه لها التحية من هنا وبقول لها ألف مبروك على الأغنية، وأغنية جميلة جدا جدا جدا، و يعني عاملة صدى كبير جدا. هي لسه أنا عجبني اسم الأغنية عارفة إمتي جدا جدا، حلو. عجبين برضه.